يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال. قلبي مال سنة 2002 عملت شفت بالفيديو كليبات وكان جريء كتير الفيديو كليب بوقتها. كان في بطل بالصحراء عم بياخد شاور، كان بوقتها غريب وعجيب. قلبي مال كانت نقلة نوعية يعني. كان جو ماري عنده محل سهر، فكنت روح غني أنا هيك من محبة يعني، مش إنه حفلية يعني. فدايما هو وراي يعمل بام بام بارا بام بام بلا بارا بام بام بارا بام، عايز يخلي الناس تهيص معي. فأنا علقت معي هيدي الجملة، قلت له لازم نحطها بغنية هيدي الجملة لأنه كثير مهمة، هيدي عم ترقص الناس كثير. قال لي موجودة، طلعت معه قلبي مال، جبنا نبيل أبو عبد وقتها كتبها، عملنا شغل فيها كتير كبير، فاشتهر هيدا دب دب ترق دب ترق دب ترق.